أخونا المجموعة إخواني الآثرين اللي زاروا أرمينيا يقدمون هداياهم للكنيسة، وهنا مجموعة أخرى حاضرين حتى يشعلون الشموع. إنها الكنيسة الآثورية الشرقية في أرمينيا في منطقة بيرين دفين. هذه باين خدجة مخزونة تاكوف الماركة شلامة شين علينا سألت الأخ هذا والأحفادك يقول ماكو فرق، كلهم أحفادنا وأطفالنا. الآن سنتجول في القرية الآثورية في قرية بيرندين بصحبة القاشة نيقاديموس. نحن الآن في أزقة وشوارع بيرين دفين في أرمينيا، القرية الآثورية في أرمينيا مجاور قرية ديمتروف. أشين نورك نورك كاروتش في؟ شيء ساكر كاروتش فات في ما كان. هذه طبعا الروضة في قرية بيريندبي كانت روضة سابقا، الكنيسة الآثورية أخذتها حاليا وبدأت تجري عليها بعض الترميمات حتى يحولوها إلى مدرسة للآثوريين. هذه المساحة كلها طبعا راح تتحول إن شاء الله جهود الآثوريين المتواجدين في أرمينيا وجهود الآثوريين حول العالم لتحويل هذه المدرسة أو الروضة القديمة إلى روضة حديثة ليستمر تعليم اللغة الآشورية. إذن هذه كانت عبارة عن روضة، أحد الروضات أرمينيا
لكن بعد ما تركت الآن أصبحت من أملاك الكنيسة الآثورية في أرمينيا، ويجر عليه بعض الترميمات والتصليحات ليحول إلى روضة للأطفال الآثوريين. أنا أنقش أو أنقاش أنيقاديموس مع السماح. في ضيافة القاشا نيقاديموس في القرية الآثورية، عائلة القس وجواري ملتمين يرحبون بالآشوري السواح القادمين من العراق. هذه حدائق البيت المنزل اللي يسكن بها القاشا نيقاديموس، جار الفاصوليا. طبعا في غرفة السفارة الناشر آتشوري في أرمينيا حضرنا مأكل الغداء، والآن انتظار أن يجتمع الجميع حتى يبدأ الصلاة وبعدها تناول الطعام. شينك